تصميم العلامة التجارية والهوية البصرية في عالم الأزياء هو موضوع برنامج تدريبي تقدمه هيئة الأزياء، وذلك بالتعاون مع معهد الأزياء الفرنسي. البرنامج يعقد في باريس ويستهدف المصممين والمبدعين السعوديين في مجال الأزياء، ورح يستمر الأسبوعين من 27 نوفمبر إلى 8 ديسمبر، ويتضمن تجربة فنية وزيارات لأكبر دور الأزياء وتدريب على يد مصممي أرقى دور الأزياء العالمية.